السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بيجي نتكلم عن تقييم الأداء أو الـ Evaluation، فلازم نقول إن هي عملية منهجية ودورية لتقييم الأداء، تمام؟ عشان نعرف إحنا فين ورايحين لفين. فمثلا لو أنا جاي أطبق البيم، لازم أعرف إحنا فين ووصلنا فين. ما أقدر الناس كلها عارفة بيم فنطبق على طول، أو الناس مش عارفة كاد فنبدأ نظبطهم شوية قبل ما ننتقل لحاجة أعلى. فنبدأ نشوف إيه المشاكل الموجودة في الشركة ونبدأ نحاول نحلها ونشوف فين مواضع الخلل ونبدأ نظبطها. ولما تيجي تتكلم على التقييم، أول حاجة بيجي لذهن الموظف إن أنا بقيم عشان الزيادة أو زيادة المرتب أو البونص أو الحاجات ديت. وبيجي مشكلة كمان إن هو شايف إن التقييم دوت في إيد المدير، فالمدير هو اللي ليه السلطة كلها، فلازم أنافقه ولازم أمسح له المكتب كل يوم. لا، هو التقييم مش عشان المرتب بس، ما إحنا لازم كشركة نعرف احنا وصلنا فين والموظفين عندنا ايه المشكله عندهم. اقدر مثلا كلهم عندهم مشكله في حاجه معينه، عندهم اعتراض على حاجه معينه، المواعيد مثلا، او في مشكله ان كلهم بيجوا في مواعيد مش مظبوطه. فلازم نقعد ونشوف هل مثلا نغير المواعيد، مثلا بدل ما نخليها من 6 نخليها 8. نبدا نشوف لما يكون في مشكله عامه نبدا نحلها، مشكله خاصه نبدا نشوف سببها ايه ونحاول برضه نحلها. بس المشاكل العامه طبعا هي اللي بنركز عليها او بنحاول نحلها في اسرع وقت. في برضه مشكلة في التقييم اللي هي موضوع لما المدير ديت سيئة. ليه؟ لأن ممكن يكون المدير غير منصف أو مش مستريح للموظف اللي معاه فيخسف بيه الأرض مثلا، تمام؟ فدي حاجة لازم لها علاج يعني. يعني كطرفة يعني كنت شغال في شركة في التقييم، وأنا مش بهتم بيه أوي يعني، بس المفروض انت بتقيم نفسك والمدير بيقيمك، ولو في فرق في الارقام بتبدا تناقش. فانا كنت مدي نفسي ارقام معقوله يعني، متوسطه 5 من 10، 6 من 10 وهكذا. فلما دخلت المدير قال لا لا لا، انت ظالم نفسك، انت المفروض مثلا منتظم هنا وهنا وهنا. فكل الحاجات خلاها لي بدل ما من 5 ل 6 خلاها لي من 8 ل 9. انت لا، الحاجات دي انت كويس فيها، قيم نفسك ان انت كويس في الحاجات دي بالنسبه دي. انت لا، انت راجل منتظم في الحضور ومنظرك كويس وبتساعد الاخرين والحاجات دي كلها، راح مزود. فانا شكرته وخرجته وظبطت الارقام زي ما هو قال ودخلت له، فراح قال لي طبعا بقى انا اقيمك. صفر صفر كمان صفرين، لقيت نفسي واخد صفر صفر واحد صفر صفر، تمام. كان في اختلافات في بعض الاراء يعني، مالهاش علاقه بالشغل خالص، اراء بره الشغل، تمام. فبيقول لي يلا بقى نتناقش في نقطة نقطة. قلت له لا ليه، أنا موافق على كل اللي أنت عايزه، يعني زي الفل. فقال لي لا، يعني ممكن تكون في اختلافات في الأرقام. قلت له لا لا، مفيش فرق كبير يعني، 0 من 9 مش فرق كتير يعني، أنا واخد في بتاعة الآخرين صفر، رغم إن أنا كنت بدي كورس في قلب الشركة للناس وبساعد كل الأقسام التانية وهو عارف، يعني خلاص يعني مش محتاج إن أنا أتناقش بيه. خلاص قلت له خلاص أنا موافق على رأيك ونبعت الورق. والحمد لله خدت أكبر زيادة في الشركة، وفي واحد كان واخد درجة كبيرة وخد زيادة 100 جنيه يعني، ما كان هو مخدش. والشركة يعني الحمد لله الإدارة العليا كانت عارفة النظام يعني، فالحمد لله ما خدتش بالورقة وادتني أكبر زيادة. ففي حاجة تانية اللي هي التقييم 360، evaluation 360. ده بيعمل إيه؟ إن كل موظف يقيم من المدير ومن الموظفين اللي تحتيه ومن زمايله، تمام؟ فده ما بيخليش الدرجه كلها معتمده على المدير، لا، بتوزع الدرجه. يبقى المدير مثلا ليه 30% والناس اللي معاك مثلا ليهم 40% والناس اللي تحتيك ليهم 30%. ده مثلا تختلف حسب الدرجه الوظيفيه. فلو احنا لقينا الناس كلها مثلا معاها مشكله مع الشخص دوت، فنبدا نحاسبه، والمدير نفسه بيعرف ان الناس اللي تحتها هيقيموه فيتعامل معاهم كويس، ما يتعاملش معاهم بعجرفه، فتلاقي الموضوع بدا يتحسن. ولما تحصل مشكله نبدا نشوف الاتش ار يبدا ايه يجيب ويبدا يدرس الموضوع دوت. ودي حاجه يعني المفروض يبقى فيها اهتمام، لان هي مش مجرد زياده المرتب، لا، ده مجرد ده مستقبل الشركه. ونبدا نشوف ايه اللي هنعمله الخطوه الجايه، وايه الحاجه اللي احنا كويسين فيها وايه الحاجه الغلط فيها. وبس، هي دي كان ملخص اللي انا عايز اقوله.